مرحبا يا أصحابي، أهلا وسهلا فيكم بحصة جديدة من برنامج مدرستي، حصة الرياضيات ماثماتكس. أنا شمس بعلمكم هيدا المادة. بخلال هيدا الأسبوع رح نكون عم نتعلم أشياء حلوة وجديدة، وأكيد دايما الأشياء اللي عم نتعلمها هي حلوة ومفيدة لإلنا، ورح نكون عم نتذكرها بكل تعاملاتنا بحياتنا اليومية، لما نستعمل الأرقام والأشكال، لما نروح على الدكان ندفع مصاري، لما بدنا نقول عمرنا، لما نعد شو عنا أغراض بالبيت. تعرفوا قديش الرياضيات مهم إنه نحنا نكون عم نركز عليها حتى نفهمها مزبوط، لأنه بتساعدنا كمان إنه نعرف نفكر بشكل منطقي صحيح. كنت عم أقول قبل شوي هيدا الأسبوع this week تبحتو، وفيني أقول هيدا السنة تعلمنا أشياء كتير، والشهر الماضي كمان تعلمنا أشياء كتير. تبحتو شو عم أقول؟ عم أقول أسبوع week شهر month year سنة year. هولي كلمات كتير مهمين لازم نعرفهم، لأنه هن من خلالهم بنقدر نعرف التوقيت اللي نحنا فيه. يعني فيني أقول بهيدا الأسبوع أي يوم، أو بهيدا الشهر، أو السنة اللي مرقت. يعني هول كلمات كتير مهمين لازم عن جد نكتبهم عنا ونتعلمهم، واليوم بحصتنا رح نحكي أكتر عنهم. خليكن مستعدين ومنتبهين وحضروا دفتركن والقلم حتى تقدروا تكتبوا كل الأشياء اللي رح نكتبها سوا على اللوح. وهلأ بدي إياكن تفتحوا دينيكن وعيونكن تنروح سوا مع بعض على الفقرة اللي جاية. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. These are called ordinal numbers. Look at the rainbow, it has seven colors. The first is red, the second is orange, the third is yellow, the fourth is green, the fifth is blue, the sixth is indigo, the seventh is violet. These are called ordinal numbers. Look at the rainbow, it has seven colors, seven colors. وهلا رح نبدا باول فقره بحصتنا، هو هيدا التمرين يلي موجود هون على هيدي الورقه. مكتوب عنا days of the week، يعني ايام الاسبوع. days يعني ايام، of the week week يعني اسبوع. رح نتعلم كمان بهيدا التمرين كلمتين مهمين، هن yesterday يعني البارحة، و tomorrow يعني غدا. يعني مثلا انا بقول امبارح او البارحة اكلت اكلة كتير طيبة، فيني اقول tomorrow يعني غدا رح العب باسكتبول انا واصحابي. yesterday رحت على المدرسة، البارحة ذهبت إلى المدرسة. tomorrow I will go to the mountain، بكرة رح أطلع على الجبل. فإذا yesterday يعني البارحة، tomorrow يعني غدا. أيام الأسبوع كلنا بنعرف إنه هن سبعة، seven days of the week، مكتوبين هون بالترتيب الصحيح: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. أكيد أنتوا تعلمتون من قبل، في منكم حافظينهم كتير منيح، بس فرصة حلوة حتى نرجع لهم وهيك نعمل تجديد لأذهاننا من خلال هالمراجعة السريعة لإلهم. خلينا نرجع نكررهم: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. سبعة، seven days of the week. seven. هون مطلوب منا انه
نتطلع على النهار اللي هن كاتبين لنا اياه اللي هو today، ونكتب yesterday شو كان وtomorrow شو رح يكون. يعني اذا اليوم Tuesday او Wednesday يعني الاربعاء، شو كان امبارح؟ اذا اليوم Wednesday، شو كان yesterday؟ بتطلع على اليوم يلي قبله يلي هو Tuesday. فاذا Wednesday، اذا today هو Wednesday، yesterday كان Tuesday. بكتب هون Tuesday. اذا اليوم today is Wednesday، بتطلع على اليوم اللي بعده لاعرف what is tomorrow. tomorrow is Thursday. اوكي، Wednesday اللي بعده بكره يعني بيكون Thursday. منكمل. اذا اليوم Monday، اذا اليوم الاثنين Monday، البارحة شو كان؟ الأحد، يعني Sunday. اوكي، Monday برجع لورا يعني Sunday. yesterday كان Sunday. وشو بيكون بكرة اذا اليوم Monday؟ Monday يلي ورا بيكون Tuesday. طب احنا عم نحكي عن yesterday and tomorrow. today is Thursday، اليوم هو Thursday يعني الخميس. اوكي، yesterday شو كان؟ اذا اليوم الخميس، شو كان امبارح؟ شو كان البارحة؟ بيكون Wednesday. طلعوا Thursday شو في قبله؟ Wednesday. إذا اليوم Thursday، شو بيكون بكرة؟ Thursday Friday يعني الجمعة. أوكي، Wednesday Thursday Friday. إذا كان اليوم Tuesday يعني الثلاثاء، شو بيكون yesterday؟ Tuesday برجع يوم لورا بيكون Monday. Today is Tuesday. Yesterday was Monday. And tomorrow، بكرة شو بيكون؟ Wednesday. كمان انتبهوا كيف منكتبهم للأسامي الأيام. Wednesday مثلا في هون دي منحطها بس ما منلفظها، ما بتكون واضحة. Wednesday ما منقول هيك، منقول Wednesday. اوكي، فاذا ننتبه كيف عم نكتبهم. كمان تاني وحده التاليه Sunday، اذا اليوم Sunday شو بيكون yesterday؟ Sunday بيكون Saturday. واذا Sunday هو اخر ايام الاسبوع يعني شو بيكون tomorrow؟ اول يوم بالاسبوع يعني Monday. ساعدوني بآخر مثالين، انتو جربوا اكتبوا عندكم الجواب قبل ما انا اقوله. اذا اليوم today is Saturday، شو بيكون yesterday؟ اذا today is Saturday يعني yesterday هي Friday. مزبوط، Friday. اوكي، اذا today is Saturday شو بيكون tomorrow؟ بكرة بيكون Sunday. آخر مثال، إذا today is Friday شو بيكون yesterday؟ Friday بيكون اللي قبله هو Thursday. إذا today is Friday يعني tomorrow بيكون Friday، بيكون Saturday. وهيك بنكون حلينا هيدا التمرين، تعلمنا the days of the week وتعلمنا yesterday and tomorrow. خلينا نرجع نعيدهم كمان مرة ورا بعض: Monday Tuesday Wednesday
Thursday, Friday, Saturday, Sunday. اكتبون عندكم وافهمون منيح كيف منلفظون وشوفوا كيف عم نكتبون كمان. خليكن متابعين لأنه مع بعض رح نروح للمزيد من التمارين بالفقرة اللي جاية. وهلأ رح نتابع مع التمارين التالية على اللوح. خلينا نقريهم ونفهمهم مع بعض قبل ما نجاوب. Last Monday يعني الاثنين الفائت اللي مرق من قبل. I played football، لعبت فوتبول. A week later بعد أسبوع. A week later I got sick، مرضت. And could not play، ما قدرت ألعب. يعني هيدا اللعبة نحن منكررها مرة بالأسبوع. أوكي؟ الاثنين الماضي لعبت فوتبول، بعد أسبوع كنت مريض وما قدرت ألعب. We postponed the game 2 days، أجلنا اللعبة يومين. يعني قررنا نلعبها من بعد ما مرق أسبوع أنا كنت مريض، أجلنا اللعبة يومين. Which day did we decide to play؟ بأي نهار قررنا أن نلعب؟ فاكروا منيح، أنا لعبت الاثنين الماضي، الاثنين اللي مرق لعبت فوتبول، بعد أسبوع كنت مريض. إمتى يعني بعد أسبوع؟ يعني الاثنين يلي دغري إجا ورا، لأنه بتعرفوا إنه في 7 أيام من الاثنين للاثنين الورا تيكون مرق أسبوع كامل. يعني إذا بتعدون اثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، الأحد، والاثنين هو 7 يوم. فإذا تيكون مرق أسبوع، يعني من الاثنين للاثنين بيكون مرق 7 أيام كاملين، يعني a whole week. نفس الشيء ثلاثاء يعني Tuesday لTuesday، Wednesday لWednesday بيكونوا 1 week، Thursday لThursday. أوكي، هيدا لازم تحفظوها دايما، إنه 1 week إذا بدنا من نصها مثلا، إذا عم نقول أنا Wednesday مرق 1 week يعني next Wednesday. أوكي؟ فإذا هون Monday لعبت after 1 week يعني the next Monday، الاثنين يلي إجا وراه ما قدرت إجي لأني كنت مريض، فأجلنا اللعب we postponed the game 2 days، يومين. أي يوم بنكون لعبنا قررنا نلعب؟ إذا أنا التنين ما قدرت إجي وكنت مريض وأجلناها يومين، يعني 3 4 Tuesday Wednesday، يعني الجواب هو إنه قررنا نلعب ب Wednesday يعني الأربعاء. We decided to play on Wednesday. Okay, we decided to play on Wednesday. فهمتوا كيف فكرنا؟ تنين لعبت، تنين اللي ورا كنت مريض وأجلناها يومين، بعد من التنين من Monday 2 days، Monday يعني بيجي وراهم Tuesday and Wednesday، فإذا لعبنا on Wednesday. كمان في عنا هون أمثلة تانية. Every third day of the week، كل ثالث يوم من الأسبوع. Every third day of the week، كل ثالث يوم من الأسبوع. We have an art session، في عنا حصة الفنون والرسم. What day is the session؟ إذا هو ثالث يوم من الأسبوع يعني Monday, Tuesday, Wednesday كمان. Wednesday هو ثالث يوم، third day of the week. What day is the session؟ The session is on Wednesday. It is repeated weekly. Weekly يعني كل أسبوع، أسبوعياً. It is repeated weekly يعني تتكرر هذه الحصة أسبوعياً. يعني إمتى؟ When will the next session be؟ إذا بتتكرر كل أسبوع، إذا هي يوم الأربعاء، يعني كل يوم أربعاء لازم يكون في حصة رسم، مظبوط؟ فإذا
لأنه بتتكرر أسبوعياً، واتفقنا نحن أنه من وينسداي لوينسداي بيكون مرق أسبوع، فإذاً هيدي الحصة، حصة الفنون، بتكون كل وينسداي، every Wednesday. The session will be repeated يعني تتكرر every Wednesday لأنه هي بتتكرر أسبوعيا وفي عنا السيشن الأربعة يعني كل يوم أربعة هيدي الحصة تتكرر يعني every Wednesday. وآخر مثال ميرا's birthday is on Monday. عيد ميلاد ميرا هو يوم الاثنين on Monday. Sam's birthday عيد سام is 10 days later. 10 أيام من بعد ميرا من بعد عيد ميلاد ميرا. On which day is the birthday of Sam? On which day is the birthday of Sam? Okay, Mira's birthday is on Monday. لازم عد 10 أيام تعرف أيمتى أي يوم بيكون عيد سام. Okay, من Monday ل Monday بيكونوا 7 مزبوط. وبعدين إذا قلنا خلينا نعدهم Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. بدنا نكمل للعشرة. انتبهوا Monday, Tuesday, Wednesday. من بعد 10 أيام اليوم العاشر بيكون Wednesday يعني الأربعاء. منقول Sam's birthday is on Wednesday. كمان وهيك صرنا نعرف قديش منعد يعني قديش هو الأسبوع أساميهم للأيام وصرنا نعرف نعد الأيام يلي هن أكثر من أسبوع مثل ما هلأ عملنا تنعرف أيمتى بيكون عيد سام من بعد 10 أيام من عيد ميرا. هيدا كان اللي رح نتعلمه بهيدي الفقرة. رح نروح هلأ أنا وياكم على آخر فقرة بحصتنا. خليكن معنا. The days of the week are 7. The first is Monday. The second is Tuesday. The third is Wednesday. The fourth is Thursday. The fifth is Friday, the sixth is Saturday, and the seventh is Sunday. وهلا وصلنا مع بعض لاخر فقره بحصتنا. بهيدي الفقره رح نلعب لعبه واللعبه موجوده هون قدامنا على هيدا اللوح. شوفوا في عندي كل ايام الاسبوع بكل يوم من ايام الاسبوع في عنا نشاط فينا نعمله وفي مرات رح يقولوا لنا go back to spaces يعني بدنا نرجع لورا. شوفوا كيف هيدي انا هيدا وجهي هيدي انا اوكي وهي انا رح صير اقرب فيها من بعد ما كب الزهر هون ويطلع لي رقم. كب الزهر بيطلع لي رقم 2 بعد 1 2 بحطها هون بيطلع لي Tuesday. Tuesday بدي أطبخ. On Tuesday I cook. أوكي هيدا نشاط كتير حلو فينا نعمله. ممكن أنتوا تقرروا تساعدوا الماما بالطبخ. كمان رح أرجع كب الزهر بدنا نقدم 3. 1 2 3 بدنا نقدم 3 لقدام. بعمل 1 2 3 On Friday عم بيقولوا لي go back two spaces يعني بدي ارجع 2 لورا. واحدة 2 بدي اروح على Wednesday. ب Wednesday فينا نغني. من صوته حلو. نقعد Wednesday ومنغني بنعمل حفلة
بنغني نحن واخواتنا او نحن ورفقاتنا. اوكي؟ كمان منكب الزهر. في عنا فور، لازم قرب من بعد وينزداي فور دايز. Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Sunday فينا نروح نتسبح. Swimming، منروح swimming، نتسبح بالماء. كمان هيدا النشاط كتير حلو، فينا نعمله يوم العطلة. Sunday on Sunday منروح لحتى نتسبح. كمان لنشوف شو بعد فينا نعمل نشاطات بخلال the days of the week. كمان رح قرب تو. Sunday بروح على Monday. Tuesday، Tuesday حطولي هون النشاط اللي بقدر أعمله، بقدر ألعب games، ألعاب مسلية أنا وشخص تاني يلي هي بتشغل لي راسي، بتخليني أفكر، مثل الشطرنج مثلا. كمان هيدا نشاط كتير حلو فينا نعمله. منكمل من بعد Tuesday لنشوف كم يوم بدنا نقرب. One day. منروح على Wednesday. Wednesday كمان مرة عم نطبخ، بس هالمرة مش لحالنا، في معنا حدا عم بيساعدنا، يمكن نعمل حلويات كتير طيبة وبتشهي. من بعد Wednesday بدنا نعد One day، يعني Thursday، ورح ينبسطوا كتير يلي بحبوا يلعبوا بالكرة، بالباسكتبول أو الفوتبول، كرة القدم أو كرة السلة. هيدا النشاط فينا نعمله on Thursday، فينا نعمله بأي يوم، بس بحسب هيدا بهيدا الورقة وهيدا التمرين فينا on Thursday يوم الخميس نلعب بالطابة. خلينا نجرب بعد مرة نشوف من بعد الخميس كم يوم من بعد Thursday لازم نقرب. طلع لي نمبر 2، يعني بدي أقرب يومين، Friday Saturday. شوفوا on Saturday فيني ألعب تنس أو راكات، فيني ألعب تنس. كمان هيدا رياضة حلوة، وأكيد في عنا كتير نشاطات تانية. أهم شيء إنه في أيام نحن بعد ما رح نكمل هلأ اللعبة أنتو كملوها، بس في أيام بدنا ندرس، بدنا نتعلم نشتغل على الكمبيوتر، بدنا نعمل نشاطات تانية كتير حلوة، نمارس الرياضة من دون ما نأذي حدا، من دون ما نأذي بعضنا. كتير حلوة هيدي اللعبة، انتو كمان العبوها هيك لما تعيدوا أسامي الأيام بتحفظون كتير منيح وما بتعودوا تنسون أبدا. فقرتنا لليوم أو حصتنا خلصت، قربت أنه تنتهي. قبل ما ودعكن بدي أذكركن أنه منحب تتواصلوا معنا عبر صفحة الفيسبوك، العنوان اللي عم بتشوفوه قدامكن على الشاشة وين ما كنتوا موجودين، www.facebook.com. بتفوتوا على صفحة مدرستي سات 7 كيدز، ونحن رح نكون كتير فرحانين انه نستلم منكم الرسائل. وهلأ بودعكم، برجع بلتقي فيكم بحصة جديدة. باي. Let's measure together. Let's measure together. To measure objects we use units of measurement. To measure length and height, we use centimeter. Longer distances are measured in meters. A long way to travel is measured in kilometers. Let's measure together, let's measure together. To measure objects, we use units of measurement. To weigh food we use grams and kilograms. To weigh our body we also use kilograms. Let's measure together, let's measure together. To measure objects we use units of measurement. Small amounts of liquid are measured in milliliters. Larger amounts of liquid are measured in liters. Let's measure together, let's measure together. To measure objects we use units of measurement.